الكورونا سببت لها مشاكل كثيرة، ما هوش عندنا بس داخل المدرسة والمجتمع المحيط اللي حوالينا. حاولنا التخفيف بحيث إنه يكون تباعد اجتماعي بين الطلاب، لازم يكون الواحد. اضطرينا توزيع الفترات، توزيع الفترات كان مجهد على الطالب وعلى المعلم وعلى برضو الإدارة المدرسية. أمانة مرة كورونا وسمعنا في وقف المدارس وضبحت عشان ما في تعلم. علمونا ان فيروس كورونا هو مرض مؤذي، لازم نقعد البيوت ونكون متباعدين من بعض. اليونيسف قدمت حاجات كثير، اهم شيء كان عندها البيئه المدرسيه اللي تكون حاضنه للاطفال وجاذبه لهم، وهذا ساعدته كثير في الدراسه والامتحان برضه، يعني خفف من الضغوط على الطلاب. المدارس طبعا ما عندهاش الدعم المالي غير إسهامة المجتمع، بالظروف الحالية ما عندناش إسهامة مجتمع إلا حاجة خفيفة، ما نقدرش نشتري مواد نظافة، لكن اليونيسف أدعمتنا مواد نظافة. ما نقدرش نعمل تصليحات، اليونيسف عملت لنا تصليحات، هذا خفف علينا وخفف على والي الأمر وخفف على الطالب.